أحبائنا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور عبر قناة الحياة الفضائية. هذه الحلقة هي بث مباشر، نتقدم بالتحية ومنقول لكل أخ وكل أخت عم بشاهدنا الآن عيد ميلاد سعيد. معي في الاستديو الأخت العزيزة رشا. أهلا وسهلا فيك رشا. أهلا يا أخي حسن، إزيك؟ أحب أرحب بكل المشاهدين اللي بيشوفونا النهاردة، وكل عام وإنتم بخير، وأحب أهنئ كل إخواتنا المسيحيين والمسلمين بعيد الميلاد اللي هو ميلاد يسوع، ونتمنى أن هو يكون ميلاد ليسوع في قلبكم النهاردة. آمين آمين. أيضا أحبائنا معانا عبر الهاتف القس العزيز الحبيب نزار شاهين. أهلا وسهلا فيك أخ نزار. أهلا وسهلا أخ حسن، أهلا وسهلا أخت رشا، وبحب أحيي كل المشاهدين، بتمنى لكم عيد ميلاد جديد، بصلي أن ربي يبارككم وتكون سنة مباركة على الجميع. أمين. أيضا أحبائنا معانا القس وجدي إسكندر عبر الهاتف. أهلا وسهلا فيك قسيس وجدي. قسيس وجدي معانا؟ أوكي، نحن بانتظار نسمع صوت الأخ وجدي. منحييكم أيضا ونقول لكم الحلقة في هذا اليوم اللي حتكون رائعة جدا، ورح نتناول فيها شخص وسموه هذا المتضع العجيب، وكيف الله اتضع وصار إنسان. قبل ما نبتدي حلقتنا رح نقرأ بعض الطلبات الصلاة اللي وصلتنا منكم، ونشكركم لأجل أنكم عم تتواصلوا معنا من خلال هذه الطلبات. في سيدي تطلب صلاة شفاء من أجلها حتى ينعم الرب عليها بالطفل معجزي، فالرب وحده هو القادر على ذلك. نصلي من أجلك يا أختي أنه الرب يعطيك طفل أو شهوة قلبك، يعني شهوة الصديق دائما تمنح. نورمين من الأردن تطلب الصلاة لكي يرزقها الرب أيضا بطفل. ناصر من أمريكا يعاني من أزمة مالية وطلب منا أن نصلي من أجله. ناصف من كندا بيطلب صلاة شفاء من ألم في الظهر. عطية من أمريكا بيطلب صلاة شفاء من ألم في الظهر ومن أجل زوجته أيضا لكي يشفيها الرب من ألم في الركبة. في أخ أحمد من إنجلترا بيشاهد البرنامج بانتظام وبيقول انه معجب باسلوب الحوار، وبيطلب الصلاة من اجل انه الرب يفتح عينيه ليعرف الرب يسوع المسيح. امين. نصلي من اجلك يا احمد انه الرب يعطيك نعمة ويفتح قلبك لحتى تعرف الرب وتتخذه سيد لحياتك. ماثيو من كندا ايضا بيطلب صلاة شفاء لظهره وعنده عملية، بيطلب منا انه نصلي من اجله. مريانا بتطلب صلاة شفاء لاجل ابن اخوها فهد، هو شاب في مقتبل العمر بيعاني من ألم في الرئتين، ووالدته رويدة تعاني من مرض عصبي في الرأس، وبتطلب أن نصلي لأجل عمل لأبنائها ولأجل خلاصها وخلاص بيتها، ولأجل أخوها جمال لأنه بيعاني من السرطان، وأغلى أمنية على قلبه هو أن يكون هو وهي وبيتها بيعبدوا الرب يسوع المسيح. وبتشكرنا لأجل هذا البرنامج وبتصلي من أجل هذه الخدمة. نشكر رب لأجلك يا مريانا. زينة من الجزائر تطلب صلاة من أجل عائلتها. أم تامر من الأردن تطلب صلاة من أجلها ومن أجل عائلتها أيضا. ماري تطلب صلاة من أجل شفاء ابنها شربل. سلوى من مصر بتطلب صلاة من أجل زوجها الدكتور إيليا، هو مريض بفيروس بالإضافة إلى الضغط والسكر، وطبعا متوقف عن عمله بسبب المرض. فلورا تطلب صلاة شفاء لرأفت، وأيضا تطلب شفاء من أجل فوزية من مرض السكر والعيون والغدد الصماء، وتطلب أيضا شفاء لأجل صلاة شفاء لأجل ماري والغدة الدرقية والقولون والبواصير، وأيضا شفاء من الدوخة والإمغاء والإغماء والسكر والضغط، وأيضا لشفاء أنطون من الشهوات وإدمان السجائر، وأخيرا تطلب تحرير هو وكذلك لأنطون. سوسو تطلب صلاة تحرير من أجل والدها المسجون ظلما، ووالدها كان المعيل الوحيد للأسرة. لافي من مصر تطلب شفاء من التهاب قوي في القولون. هيلين تطلب صلاة شفاء من أجل ابنها، وأيضا صلاة من أجل زوجها لكي يلمسوا الرب. أحبائي نشكركم من أجل هذه الطلبات اللي طلبتولنا إياها، ودائما بنوعدكم أنه في تيم، في فريق كامل بيصلي من أجل هذه الطلبات. قبل ما نبتدي حلقتنا حابب أنه أطلب من القس نزار. سمعنا قسيس نزار؟ أنا سامع. نعم. إذا بطلب منك أنك ترفع هذه الطلبات أمام عرش النعم، وبطلب منكم أحبائنا اللي عم تشاهدونا الآن أنه توحدوا قلوبكم معنا من أجل أنه نصلي من أجل هذه الطلبات، وأيضا نصلي من أجل شرقنا العربي اللي على بوادر كثير صعبة،
ولكن نصلي أن الرب يعطي سلام في هذه المنطقة، وأيضا نصلي من أجل الحلقة في هذه العشية أن تكون سبب بركي لنفوس كثيرة تعرف الرب وتتخذه سيد لحياتها. السيس نزار، إذا ممكن ترفعنا أمام عرش النعمة. تفضل السيس آمين. نزار. آمين. يا إلهنا الصالح، نشكرك ونعظم اسمك، لأنك أنت إله المحبة، إله الغفران، إله الخلاص، إله بتعتني بينا وبتحبنا. نشكرك يا سيدنا الرب لأنك دايما تبحث عنا حتى تخلصنا، تفتقدنا بمراحمك وبخلاصك أيضا. نشكرك من أجل عطيتك العظمى، ولسيما في أيام الميلاد نتذكر ميلاد ربنا يسوع المسيح، ومعاه أعطيتنا نعمة الخلاص والحياة الأبدية، رسالة الرجاء والأمل لكل أمل ضايع في هذه الأيام. نصلي يا رب من أجل شرقنا العربي باسم آمين. الرب يسوع آمين. إنك تحل السلام في كل بلداننا، تجيب المحبة والفرح والسلام والرحمة في قلوب الجميع. نصلي إنه معرفتك، معرفة مجد الرب تملأ كل الأرض. نصلي يا رب من أجل كل طلبات المرض يا رب، اللي ذكرت أسماءهم واللي بيشاهدوا هذه الحلقة، باسم الرب يسوع بنرفع كل ضعيف، كل أمين. مريض أمين. تلمس لمسة خاصة أمين. تشفي من السرطان وتشفي من كل الأمراض أمين. وتسدد كل الاحتياجات وتحرر من قبضة العدو ومن قبضة الشيطان. نصلي باسم الرب يسوع أنك تبارك على كل قلبي وتسدد كل احتياج أمين. وتملأهم بالفرح والسلام وبالحضور الإلهي أمين. تعال يا رب زيارة خاصة اليوم أمين. افتقد النفوس، ارجعها إلى معرفة خلاصك. نعم. املأ القلوب بالمحب اليوم أمين. املأها بمعرفتك أمين. وبخلاصك أيضا أمين. من سلمك هذه الحلقة كل مشاهد أمين. ومشاهد أنك تباركهم وتقدسهم وتعلن نورك ومجدك في حياتهم أمين. بارك يا رب على رسالة هذه الحلقة حتى تصل لكل إنسان. أصلي باسم ربنا يسوع. أمين أمين أمين. شكرا السيس نزار، نحن من واحد قلبنا معك، وبعتقد كل المشاهدين وحدوا القلب معنا. بدي أعرف إذا الأسيس وجدي اسكندر صار معنا. أسيس وجدي، أوكي، نحن بانتظار أنه يتواصل معنا الأسيس وجدي اسكندر. اخترشى حلقتنا اليوم حلوة كتير عن اتضاع هذا القدوس الطاهر، وحابب أنه نقرأ الآيات اللي ركزنا عليها في هذه العشية. إذا ممكن نوضع هذه الآيات من فيليبي، رسالة فيليبي الثانية، ومن الإصحاح من العدد الخامس إلى العدد الـ11. إذا أنتم معنا افتحوا كتبكم لحتى تقروا هالآيات، أو حاولوا تواصلوا معنا واسمعوها أو شاهدوها على شاشة تي في أمامكم. الرب، كلمة الرب ما أرواها اختراشا، ما بعرف إذا بتحب تقريها أو بقراها يعني. من عدد خامس بيقول: فليقم فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي أي الرب يسوع إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. ما أروع هذه الكلمات الرائعة أخت رشا. السيس نزار، حابب نتكلم عن هذا الشخص الذي اتضع. من هو هذا الذي اتضع؟ كيف اتضع؟ إذا ممكن أنت تبتدي معنا في هذه الحلقة عن هذا الشخص الرائع اللي هو محور هذا الكلام، واللي كل واحد فينا بيشعر أنه أمام أرض مقدسة فعلا، مش يخلعنا عليه فقط ولكن يخلع نفسه لما نتكلم عن هذا القدوس خالق السماوات والأرض، واللي قبل على نفسه أنه يأتي إلينا وياخذ جسد لكي ما نتعرف عليه ونعرفه ويذهب للصليب من أجلنا. تفضل أخ نزار إذا ممكن تبتدي لنا الحلقة. نعم أخ حسن، أنا بوافق معك، تعتبر هذه من أروع أمين. الكلمات اللي بتعبر عن أمجاد الله
وعن تواضع الله في هذه الآيات، بنشوف قمة الأمجاد الإلهية، ومن ناحية أيضا أنه وصل إلى يعني أدنى مستوى أنه يتواضع حتى موت الصليب. وهون بنشوف يعني امتياز كبير كبير لهذا التواضع. الله يتخذ جسد، ويتخذ هذا الجسد لسبب واحد، أن يموت على الصليب ويقدم فداء وكفارة من أجل خطية الإنسان. نعم. وهذا يعتبر من أروع ومن أمجد ومن أجمل تعريف وتعليم عن التواضع. أمين. يعني أمين. الله لما حاول أنه يتواصل مع الإنسان كان لازم يصير إنسان. وهون على فكرة ما في تناقض، لأنه يعني وهب أنه ملك عظيم جدا، ملك كل هذا الأرض. نعم. بحاول أنه يشتغل بأي شغلة بسيطة، أجا مشي بين الشعب وابتدى ينظف الشوارع. نعم. ويزيل الأوساخ. فهل هذا يقلل من قيمته أو لم يعد ملك؟ فكوني يشتغل بهذا العمل مش قلل من قيمته، بالعكس الناس بتنظر إليه بإعجاب وبتواضع وبمحبة. الله لما عاوز يظهر نفسه للناس أظهر نفسه بصورة عبد. أمين. آخذا صورة عبد في شبه الناس وتواضع حتى الموت، موت الصليب. أخ نزار، طب ممكن ناخذ مثلا لمحة أنه الرب يسوع حتى هذا الإنسان المتضع كان موضع لسجود البشر. يعني ممكن نشوف أنه المجوس اللي حضرتك كلمت عنهم أنه أتوا وسجدوا له، أنه كان يقبل هالسجود هذا الإنسان، هذا الله المتضع. نعم، يعني في عدة مرات بنقرأ في الأناجيل المباركة المقدسة أنه المسيح قبل السجود، مش بس أنه قبل السجود لكنه شجع. مثلا بنشوف رحلة المجوس، رحلة طويلة شاقة، جاءوا من بلاد المشرق وجاءوا حيث الصبي في البيت، يعني ولد المسيح وكان موجود في بيت في بيت لحم، وسجدوا وعبروا عن هذا السجود بتقديم الهدايا. فهن مش بس يعني ضحوا وسجدوا للمسيح، كان تعبير العبادة عن طريق السجود، كان تعبير العبادة عن التضحية بالوقت والمخاطر، وكان التعبير عن العبادة بتقديم الهدايا ليسوع المسيح. أمين. وحتى في أحد الأيام عندما شفى المولود أعمى في آخر الإصحاح سألوا أتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد؟ وسجد له. قال له الذي يتكلم معك هو، فآمن وسجد له. أمين. شكرا. وأيضا التلاميذ، وهكذا توما وهكذا التلاميذ الآخرين سجدوا ليسوع المسيح. أمين. شكرا أستاذ نزار. بدي شو بس أستاذ وجدي معنا. نعم يا أخ حسن. أهلا وسهلا أستاذ وجدي. أهلا بك أخ حسن، أخت رشا، قس نزار، كل عام وأنتم بخير. نعم. وعيد ميلاد مجيد ومبارك لكم. أمين. ربي يباركك أسيس وجدي، نحن سعيدين أنك تكون معنا. أسيس وجدي، نحن عم نتأمل وبعتقد أنك عندك صار فكرة عن موضوعنا، عن هذا الشخص الفريد الذي اتضع، هذا الشخص الغريب العجيب، عم ناخد لمحات من مجده. هو نفسه كان يقيم الموتى ويهب الحياة. حاب إذا ممكن تاخد بدقيقة أو دقيقتين عن هذا الفكرة. فعلا أخ حسن، هذا الإنسان العجيب المبارك القدوس الرب يسوع المسيح اللي فعلا اسمه فوق كل اسم، جال يعمل معجزات ويشفي. وهذا الشفاء لم يكن فقط شفاء جسدي بل أيضا شفاء روحي. يعني إذا نظرنا إلى بعض الشفاءات اللي أقام عمل بها الرب يسوع، اللي هي شفاء حماة سمعان إحدى تلاميذه، شفاء الأبرص، شفاء المقعد، شفاء الرجل اللي يده اليابسة، إنقاذ المسكون بالأرواح النجسة، نجد دي كلها عندها كمان مرادفات روحية، إنه من نجاسة الخطية، من حمى الخطية، من العجز اللي بيسبب الخطية، من البؤس اللي بيسبب الخطية، من الاستنزاف اللي بتاخده الخطية من قوة حياة الشخص. ففعلا هذا الإنسان العجيب كان يقيم
الموت كان يشفي ويحرر من الخطية. نعم. وليس فقط في حياته أثناء وجوده على الأرض. نعم. لكن أمين. أيضا إلى الآن. نعم. ما زال يشفي ويحرر ويقيم من هم أموات في الخطية والموت الروحي اللي سببته الخطية. أمين. هذا هو الرب يسوع المسيح اللي نحن بنحتفل به ومنهلل به ومنفرح به. أمين. شكرا سيس وجدي أخت رشا. الرب يسوع المسيح كان لقبه ملك الملوك ورب الأرباب. أنا وياك جينا من خلفية إسلامية. حابب أتناول شو كان لقب محمد؟ لقب محمد كان خاتم الأنبياء، آية ورحمة للعالمين. هناك كان العديد من الكنيات اللي كان بيطلقوها على محمد زي أبا القاسم. لكن الحقيقة أما جيت بصيت من خلال دراسة القرآن من خلال مراجع إسلامية، المشكلة أن آية ورحمة لمين؟ من خلال سيرة محمد لن ترى محمدا آية ورحمة، لن تراه أبدا جاء رسول جاء بالرحمة، كان يقتل وكان ينتقم وكان يحض الناس على القتال، وقال إن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم، يعذبهم الله بأيديكم. يعني كل الآيات التي نسخت آيات الرحمة هي كانت آيات عنف، فأنا مش عارفة كان آية ورحمة على أي أساس. مش بس اللي عم فكر فيه لما نقعد نتأمل بهالآيات اللي قريناها، إنه الله أخلى نفسه، أخذ صورة عبد. يعني الرب يسوع المسيح أتى إلينا، الله متجسد، أخذ صورة إنسان، أخذ جسد وأرانا نفسه وتأملنا بلمحات من مجده العظيم. لما نجي نتقابل إنه أوكي، خلينا نعتبر جدلا إنه الإسلام، إنه بالأحرى إنه الإيماننا بالرب يسوع المسيح، عم نؤمن نحن بشخص، هيدي أمجاده بس نجي، حتى ألقابه بس نجي نحط الإسلام ونبي الإسلام. أنت بتظلم محمد. أنا بظلم محمد أكيد. أنت بتظلم محمد. ليش بظلم محمد؟ لأن ما ينفعش أنك تقارن رسول الإسلام محمد بالمسيح. حاش أن نقارن، لأنه عم نقارن إنسان برب المجد. حتى لما نحكي عن الرب يسوع المسيح منقول أنه هو بار، يعني بلا دنس. نعم. أنه هو قدوس بلا خطية، أنه هو كامل. ولكن وين محمد؟ خلينا نسلم جدل أنا وياك، عم نقارن هالموضوع أمام المشاهدين، وعم نقول أنه عم نحط الرب يسوع المسيح، نحن نأمن بهذا الشخص الذي أخلى نفسه، عم نحتفل هلأ بتواضعه. فليش تركنا نحن الإسلام؟ من أجل شخص؟ هقول لك على شيء. نعم. أولا المسيح كان بلا خطية. أمين. بلا خطية. وهو الله ظهر في الجسد، إحنا بنقول أنه هو كان مجربا في كل شيء مثلنا بلا خطية. نعم. لكن المشكلة أن عندك آية في سورة الشرح بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك الذي أنقض ظهرك. يعني المقارنة صعبة. المقارنة صعبة جدا. أنا هنا بقارن، حتى لو إحنا بنتكلم على طبيعة الإنسانية في المسيح، أنا مش هنا مش بتكلم على طبيعة المسيح كإله خالص، مع أن المسيح لاهوت لم يفارق ناسوت ولا لحظة واحدة ولا طرفة عين، ده قانون الإيمان. وإحنا كل المسيحيين اللي على الأرض بيؤمنوا أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، هو إله كامل وإنسان كامل. لكن أنا بتكلم على الإنسان الكامل، إنسان بلا خطية. وواحد تاني، يعني القرآن بيقول أنه هو طهر مريم واصطفاها وبعدين طهرها، وبعدين لما جه يتولد المسيح لم يمسه الشيطان، كان بلا خطية. وبنقارنه بمين؟ بواحد بيقول ان وضعنا عنك وذرك الذي انقض ظهرك، يعني ظهره انكسر من كتر الوذر والاثم الذي يحمله. مقارنة ما ينفعش، ما ينفعش. يعني أنا الحقيقة بشعر بالشفقة على نبي الإسلام من هذه المقارنة. أنا بشعر بالشفقة يا أخت رشا على كل أخت وأخت عم بيشاهدنا الآن وبيقول أنه المسيح هو مجرد نبي. وهون بيأخذني لنقطة، نقطة جدا مهمة،
انه مثل ما عم نشوف ملامح من امجاده الذي هي فعلا ما بنقدرش نوصفها بدقائق معدوده. حابب اخذ ملامح عن تواضعه. السيس نزار معنا؟ نعم انا معك اخ حسن. اخ نزار عم ناخذ ملامح بسيطه عن هذا الشخص اللي عم نحتفل في هذه الايام بتواضعه، واعظم تواضع انه الله خالق الكون. خالق الكون، مع أنه كلمة كبيرة كتير السيس نزار، أنه خالق السماوات والأرض يقبل على نفسه يتخذ جسد مثلي ومثلك. شو عندك تتكلمنا فيه بهالنقطة هي؟ يعني كلامك مضبوط. في الرسالة العبرانيين الصحاح الأول مكتوب عن الرب يسوع الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. نعم. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعلى من الملائكة. أمين. بمقدار ما ورد اسما أفضل منهم. أمين. يعني هم نشوف يعني قمة أو الاتضاع، لكن من ناحية تانية قمة الأمجاد بعد ما يعني تواضع والله رفعه وأعطاه اسم فوق كل اسم. أمين. هذا التواضع كله من أجل البشر، من أجل الإنسان. نعم. يعني ليه الله رضي أنه يتواضع؟ ليه الله رضي أنه يتخذ جسد إنسان؟ يعني كل الموضوع هو بكل بساطة حتى يقدم فداء. نعم. ويقدم كفارة ويقدم نعم. خلاص عن الخطية حتى يخلص الإنسان. يرفع الإنسان ويكون في علاقة مع الإنسان. نعم. حتى الإنسان يحصل على الحياة الأبدية. فكل العملية هي من أجل الإنسان، أجل محبة الله اللي ظهرت في شخص يسوع المسيح. أمين. وكان لازم هذا المعادلة تتم في شخص المسيح، لأنه إنسان كامل أصبح إنسان كامل. أمين. بلا خطية، لكن عنده الكفاءة أن يكون الفادي الكامل حتى يقوم بفداء وكفارته، تكون لها قيمة عظيمة جدا في نظر الله، لأنه جاء من السماء. ومن ناحية أخرى كإنسان كامل بلا خطية حتى يكون لكفارته ترضي وكفاية إنه الله يعني يقبل هذه الذبيحة. فكان لازم يكون إنسان وإنسان نعم. بلا خطية. أمين. شكرا سيس نزار. أخت رشا، هل الإسلام بيرفض فكرة التجسد أو صورة التجسد؟ في خمس نصوص في القرآن بيكلموا عن التجسد. كتير جدا من المسلمين بيرفضوا فكرة التجسد، تجسد الله في جسد المسيح، لكن هناك العديد من المواضع في خمس نصوص في القرآن بيتكلموا على فكرة التجسد. أول نص موجود في سورة القصص 29 و30، بيكلم على هل أتاك حديث موسى، كان بيكلم على إن هو إزراء نارا فقال لأهلي امكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم بها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما آتاها أتى النار، يعني الله ظهر بالنار، نودي يا موسى إني أنا ربك في النار. في النار. طب وليش صعب علينا كأنك مسلمين نقبلها إنه الله يصير إنسان؟ ما هو دي مشكلة. هقول لك على حاجة كمان، الآية الثانية اللي موجودة في سورة النمل من 7-9، إذ قال موسى برضو على موضوع النار لأهلي إني أنست نارا سآتيكم بها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، يعني يتدفوا. فلما جاء للنار نودي أن بورك من في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم. بيكلموا من وسط النار. في مشكلة تانية بقى، ساعة ما تجلى ربنا في الجبل كان بيقول إيه في سورة الأعراف 143، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمة ربه قال ربي أرني أنظر إليك، عايز أشوفك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ربنا قال له أنت هتشوفني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فبالتالي هنا هو ربنا تجلى في الجبل وإحنا بنقول كده. يعني إيه تجلى؟ يعني ظهر فيه. وإحنا عندنا آية بتقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر
في الجسد. أخت رشا هون بدي أروح أسيس وجدي، بدي أسألك أسيس وجدي. أيوة. يعني إذا صعب علينا، وأسيس وجدي اللي ما بيعرفه هو بيكون القس من خلفية إسلامية، وأشكر رب لأجل حياته ولأجل خدمته. أسيس وجدي إذا صعب علينا كنا كمسلمين إنه نتقبل إنه الله يظهر في النار ويظهر أيضا في الجبل، ولكن العجيب إنه هلا نحن عم نحتفل إنه الله نفسه تواضع وأتى إلينا وولد في مزود. تفضل السيس وجدي. نعم، في الحقيقة دي من ننظر لها بصورة بشرية أو بفكر بشري حنجدها حاجة صعبة جدا جدا. نعم. لكن الليلة من ننظر إليها بالفكر الإلهي، يعني قراءتنا اليوم إنه إليكم فيكم ذلك الفكر الذي في المسيح، يعني يكون فكر غير عادي، فكر إله كامل. نعم. يعني نجي إنه الله أتى إلى عالمنا بشكل طفل ضعيف. نعم. في بيئة فقيرة، في استبل، في مزود، رائحة يعني لا يرغب أي زول أي إنسان. ونجد إنه في قولة معروفة إنه ابتدأ في المزود وانتهى على الصليب. نعم. وبين هذا وذاك لم يكن له أين يسند رأسه. نعم. يعني حتى الرعاة نشوفهم من نتعرفوا عليه يتعرفوا إنه الطفل مقمد. أكيد شافوا أطفال مقمدين كثيرين، لكن إنه هذا الطفل المقمد هو الرب. هو يعني في الإله الكامل. والعلامة الثانية شافوها مضطجع في مزود. نعم. يعني ممكن الرعاة كان يقولوا إنه طفل في الظروف الغريبة دي، لكن في الاتضاع بهذا المقدار إنه كيف إنه حافظ ليرافق رب الحياة والمجد في هذه البيئة ولا إلى عالمنا. أمين أمين أمين. شكرا. ومنشوفه بس نقطة بسيطة. نعم. إنه ما جاء لا فاتحا ولا بطلا ولا غازيا، بل جانا لقاه طفل صغير مغمور. نعم. إلى أمين. هذه الحياة. أمين. ليعطينا حياة أبدية. دي هذه كمال المعجزة. أمين. الإلهية في هذا الطفل. أمين. شكرا أخ حسن. شكرا سيس وجدي. أخت رشا بيخدني هذا السؤال، بعد ما عجيب تواضعه، بس حتى كان عجيب بتعاليمه، كان محب للخطاط، محب للمساكين، محب للأشخاص المطرودين، كان حتى لقبه محب للعشارين والخطاط بشكل واضح. وين محمد من تعاليم المسيح؟ في سورة عبس، بداية سورة عبس وأسباب نزولها، عبس وتولى إذ جاءه الأعمى. يروح فين هذا رد الفعل أمام اتضاع المسيح وتواضعه ومجيئه إلى المولود أعمى؟ بينزل إلى الأرض وبياخد طين وبيطلي بيه أعين المولود أعمى لكي يخلق له أعين. فين يعني مقارنة صعبة صعبة. سورة النساء 172 بيقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، نزل تواضع. وإحنا بنقول أنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد. يعني أما بنقول الآية اللي موجودة في تيموثاوس الأول الإصحاح الثالث عدد 16، بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. تبرر في الروح، تراءى لملائكته. المسيح أخذ صورة عبد، تراءى لأعين الملائكة اللي كانوا بيغطوا بها عيونهم عشان يروه. تنازل، تواضع. محمد عمل إيه؟ ما هو التضاع الذي قام به محمد في حياته؟ كيف كان يتعامل محمد مع الناس اللي هم حواليه؟ كان بيتعامل عبس وتولى. محمد كان مش بيغفر ويطلق اللي بيغطأه، لكنه أمر برجم الزاني والزانية. يعني ما عندوش أي نوع من أنواع الرحمة إطلاقا. أمين. أمامه اخترش. يعني الموضوع أنه وقفنا أمام نقطتين، إذا تواضع المسيح عجيب بهالشكل، إذا أمجاد المسيح اللي نظرنا إلا بهالشكل هون
هم بدرحنا نقطة مهمة جدا. السيس نزار، هل اتضاع الله بقلل من شأنه؟ وانت تكلمت عن هذا الملك، ولكن سؤالي هل تواضع الله قلل من شأنه؟ على العكس تماما. لو جعلنا المسيح إلها كبشر إحنا كإنسان ألهنا المسيح لقلنا هذا كفر وجحود. لكن الله بيختار إنه يتواضع يتخذ جسد بشر، وهذا الخلاص والتواضع من أجل خلاص الإنسان بالعكس بيخلق فيه روح الشكر والعرفان والجميل. أنا ممنون، أنا يعني كيف بيهتم في هذا الملك العظيم وبينزل لمستواي؟ يعني أنا حتى يتواصل معي ويتعامل معي، أنا التراب، أنا الرميم، أنا الزبالة، يعني عارف كيف بيتواضع حتى يلمسني أنا ويغيرني أنا. بالعكس هذا بيخليني يكون عندي نوع من الشكر أنه أنا بعيش في دين لهذا الإله العظيم كل أيام حياتي. أمين أمين. اخترشة، أنت كنت عم تحكي عن نقطة أنه الذي عبس وتولى، ولكن لما ننظر للإسلام هل تواضع الله بشكل صريح لكل مسلم هلا عم بيشهدنا الآن، هل تواضع الله بقلل من شأنه؟ قلل من شأنه لله لأنه تواضع، لأنه أخذ صورة إنسان لحتى يعرفنا على شخصه، هل قلل من شأنه؟ طبعا لم يقلل من شأنه إطلاقا، لأن إحنا في حياتنا اليومية إحنا بنتنازل لأولادنا عشان نعلمهم ونرتقي بيهم، فبنتكلم لغتهم. ما فيش أم وهي بتبتدي تعلم أولادها الصغيرين الأطفال تبتدي تجيب لهم مراجع وتبتدي تعلمهم لغة مثلا عربية فصحى أو تتكلم معهم بهذه الطريقة، بتقول لهم بيبي وتاتا وإنبو وكلام كله بحيث أنه يستطيع أن يدرك هذه اللغة ببساطة. يعني فكون الله تواضع وتنازل عشان يرتقي بمستوانا إحنا إلى مستوى أعلى ويرفعنا ويعيد العلاقة مرة تانية معنا، ده لا يقلل من شأنه. هو اللي يقلل من شأنه أنه هو يكون متكبر، مش يقلل من شأنه أنه هو يكون متواضع. أنا شايفة أن الإله المتكبر اللي قاعد في السماء اللي بقفل عليه السماء ويرفض أنه هو يتواصل مع خلقته، هو ده الإله المتكبر الغير متواضع. ما ينفعش ربنا يكون إله متكبر، إحنا لا نعبد إله متكبر، لكننا نحن نعبد إله متواضع. أمين. تنازل لينا ورفعنا. كيف أصل إلى الله؟ كيف أرتقي بمستوي إلى الله؟ لن أستطيع، لازم الله يتنازل ويرفعني إليه لكي يرتقي بمستوي فيكون لي علاقة معه. شكرا. أسيس نزار، يمكن بعد ما عملنا هالمقدمة القصيرة، مع أنه بنشعر ما نحن مش وقفناش على الشط أبدا حتى ونحن عم نتأمل بتواضع هذا الشخص الفريد العجيب، بس ممكن يكون حد عم بيشاهدنا الآن أسيس نزار وعم يستغرب أنه الله يصير إنسان، مثل ما حضرتك ذكرت أنه لسبب واحد يأخذ جسد ويذهب إلى الصليب لكي ما يفدينا. ممكن حد حابب يصلي معانا الآن ويطلب الرب يسوع رب وسيد لحياته، هل ممكن تقودنا بصلاة قصيرة؟ ممكن أي شخص واحد، أي شخص عم بيشاهدنا الآن يصلي معك؟ بالفعل أنا بشجع كل مشاهد بيسمع وبشاهد هذا الحلقة، ما تأجل، افتح قلبك للمسيح. يمكن في أمور مش فاهمها، صلي حتى الرب يعلن ذاته لإلك. أمين. لكن قل يا رب سامحني على كل خطية. أمين. طهرني من كل إثم. اغسلني بدمك الكريم. تعال ادخل حياتي، غيرني وانت تكون المخلص والرب والملك على حياتي. أمين. صلي بهذه الكلمات البسيطة، صدقني الرب بيسمع يعني بيتجاوب مع المتضع ومع المنسحق ومع المنكسر. الله بيتجاوب والله رح يرفعك. وتذكر لما بتصلي هاي الصلاة الرب بيغفر خطاياك وبيعطيك حياة أبدية. هاي الصلاة من كل قلبي إنك أنت تطلب الرب اليوم في حياتك. أمين. شكرا أسيس نزار. أحبائنا، قبل ما نفتح الخطوط ونتواصل معاكم ونسمع مداخلاتكم، خلينا نتمتع بهذه الترنيمة من الأخت ليديا الشديد.
أشكركم لأجل متابعتكم. رح نفتح الخطوط الآن، ومعنا الأخ محمد من هولندا، وأنا بشكرك يا أخ محمد لأنك اتصلت. تفضل يا أخ محمد. تفضل يا محمد. مساء الخير يا أخي حسن. مساء النور يا محمد. إزاي الأخبار؟ نشكر الرب، أشكرك لأجل اتصالك. ماشي، بتصل بيك تاني، وكويس إنك دخلتني، وكل سنة وأنتم طيبين جميعا بمناسبة أعياد الميلاد. ربي يباركك يا محمد. آمين. وكل سنة وأنتم طيب بمناسبة عيد السنة الهجرية يا محمد. الله يخليك ويحفظك. أنا كان لي بس تعليق كويس يعني صغير كده على الأخت رشا في عملية بعض الآيات اللي استشهدت بيها، وخاصة في قضية عبسة وتولى. شرح القضية دي طول شوية يا أخ حسن. في عبسة وتولى، إن الرسول لما ده عبسة وتولى مع عبسة وتولى لأنه كان يدور على شيء سهل، بالعكس كان قدامه جماعة من أشراف القوم وكان بيجادلهم في الموضوع ده، وجاله الأعمى وعبسة في وشه وتولى. والقضية مشهورة عند المسلمين بأن الرسول رفض أن هو يجاوب الرجل الأعمى لأنه كان بيتصدى للناس الكفار. لا 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 بعد إذنك، أنت جايب المعلومات بتاعتك من فين يا أخي محمد؟ من الآية، من الصورة نفسها. لا حضرتك لو سمحت من فضلك لما تيجي تتناقش معنا تجيب التفسير بتاع الآية، لأن أنا كاتبة كتاب كامل اسمه عيون مستنيرة، بيتكلم على قصة عبسة وتولى. عبسة وتولى أنا كاتباه، بس أنا مش عاملة أي حاجة غير إن أنا عاملة كوبي وبيست من الآيات القرآنية، الآية ومن التفسير. أولا أقول لحضرتك بس أول حاجة، هو كان قاعد فعلا مع أشراف الناس في قريش، وجاء إليه الأعمى، وكان هذا الأعمى مسلما، كان يريد أن يسترشد بالرسول محمد. حصل إيه؟ إن محمد كان يسترشد، مكتوب إنه يسترشد، فعبس عبس وتولى. وبعدين ليه ان هو ساعة ما قال قال في نفسي عبس بوجهه وتولى عنه، عبس بوجهه يعني كشر في وشه وتولى عنه وضيّل ظهره، وضيّل ظهره. فحصل ايه؟ وبعدين تكملة الآية يا أختي رشا، وما يدريك لعله يلك او يلكر فتنفعه الذكرى. واما من استغنى، الناس اللي رافضينك يا محمد فانت له تصدى. الناس اللي انت مش عايزين يسمعوك انت بتحاول معاهم مره واثنين وثلاثه. هم كان هو كان قاعد مع الاشراف، صح؟ ليك حق، هو كان قاعد مع الاشراف. هي هو اسمحيلي فيها واحده لو سمحت. اتفضل. بعد اذنك عادي. واما من استغنى، الانسان اللي استغنى عن الدين واستغنى عن النص فانت له تصدى. انت عمال تحاول وعمال تتعب نفسك معاه وسايب الراجل اللي جيله، وبعدين بيجي في النهايه ربنا بينصحه بيقول له ايه؟ أيوة. يقول له كلا لا يا محمد، صح. انها تذكره فمن شاء ذكره. طب هنا هنا ده كلام مظبوط. نفسك مع الكفار، صح؟ لا تنبح صوتك يا محمد مع الكفار. هقول لحضرتك كلامك مظبوط جدا، انا معاك جدا. هو فعلا ربنا قال له ازاي انت تعمل كده يا محمد، ازاي انت تيجي تعبس في وجه ابن ام مكتوم وتتولى عنه وهو بيسترشد منك الطريق. مش بيسترشد منه الطريق عايز يوصله من مكان لمكان، لا، ده كان هو عايز يساله عن الاسلام. فهو محمد ساعه ما كان، لان انا بقى بدعوك يا اخ محمد، لان كان انا شايفه انك انت بتتصل بينا دايما وانت انسان امين. فببساطه شديده انا عايزاك ترجع لكل التفسير اللي مكتوب في هذه الايه. انا عايزه اقول لحضرتك ان هو محمد قال في نفسه حتى لا يقولوا اني اقعد مع الناس الفقراء ومع الناس الغير جديرين بالذكر ودول ناس سفهاء. على مين؟ رشا. على ابن أمه مكتوم المسلم. رشا حتى كمان الفكرة محمد، حاول تركز معنا. اسمح لي عطيناك وقت كويس، بس عطيناك وقت منيح يعني، بس حابب اقول لك انه انت عم تقارن بمحمد عبس وتولى
الفكر وين؟ ولكن تعال انظر للرب يسوع المسيح. حتى الأعمى كان عم يصرخ له ارحمني يا بن داود رب السماء والأرض. الكتاب بيقول فوقف يسوع، والكتاب بيحط نقطة، رب السماوات والأرض وقف من أجل واحد عم يصرخ له ارحمني يا بن داود. فالرب التفت قال له ماذا تريد أن يصنع بك؟ قال له أريد أن أنظر، أريد أن أرى. فالرب أعطاه بصر. أنا بصلي يا محمد أن الرب يعطيك بصيرة روحية أنك تشوف الرب يسوع المسيح وتولد في هذه الأيام هيدي، وتولد ولادة حقيقية وتعرف الرب يسوع. شكرا يا محمد. خلينا أخذ معلم محمد، اسمح لي خلينا أخذ معن من السعودية. تفضل يا أخ معن. تفضل يا أخ معن. يا أخي بدي أسألك سؤال واحد. تفضل. لما تعمل نقاش زي هذا وتدخل كلام عدين يعني ما هو دينك، اسمح لي، مش مفروض يكون في رجل يفهم بالدين مسلم فقيه نعم. اللي هو جاوبك على التفسير تبعك الغلط كله؟ طب طب أخمان أخمان لحظة شوية، مش مفروض يكون في واحد جنبك طيب يقعد يفسر لك التفسير اللي انت فسرته كله غلط؟ طيب النبي موسى، النبي موسى لما راح الوادي المقدس وشاف في نار وقال لهم عليه لعلي أصطلي منها، المهم زي ما حكت الآية مش حافظ الآية، المهم إنه النبي ربنا لا تجلى في جوا النار، تجلى في الكون يعني. فقال له أنا يا ربنا بكلمك. النبي النبي موسى معروف إنه كريم الله، هو اللي كلم الله ولم يرى الله. الله كلم. لما ربنا طلب منه يشوفه قال له إذا بدك تشوفني انظر للجبل. لما شاف الجبل قدامه طيب خر سريعا. طيب طيب اسمعني استنى شوي خلينا اكمل. طيب اسمعني بس ارجوك اسمعني ارجوك اسمعني. انت عم تقول اقوال ورائعه، بس يا ريتك بتجيب المراجع اللي عم تتكلم فيها. هيدا اول امر. امر الثاني، انت عم تقول ليش نحن عم نناقش بالدين. اولا انا واختي رشا كنا مسلمين، والقس وجد اللي كان عم يتكلم كان مسلم، فنحن مش عم نجيب من شيء من بعيد. تفضل يا سيد مان. تفضل يا اخي. انا لست فقيها بالاسلام، ما بصير انا اجاوب بكل شيء. انا اسمعني اقول لك، بس انت عم تجاوب على اسئله ما لك فيها. طيب. اولا اجوبتك لازم يكون في عندك جنبك واحد فقيه بالاسلام. طب ممكن هو اللي يجاوبك. ممكن اسال حضرتك على حاجه بعد اذنك؟ تفضلي. دلوقتي ايه لازمة الكتب المراجع الاسلامية اذا كنا احنا بنعتمد على الشيوخ؟ انت عم تفسري اسمحي لي اقول لك، مش قادر واحد يرد عليكي لانه عم تفسري انت زي ما انا لا بفسر ولا حاجة. انا اقرا لك. طب نقرا. النبي هو سلام يرى الله لكن تكلم الى الله. طيب. وهو كليم الله. طيب. ليس لا ممكن لا نقرا الاية بعد اذن حضرتك؟ اقريها الاية. طيب نقرا الاية. الاية بتقول ولما جاء موسى، سورة الأعراف 143. عارف أنا الآية. طيب ماشي، ما انت حيك قلت إنك نقول الآية. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب. كلمه لم يراه. ممكن تديني فرصة كمل الآية بعد إذنك؟ خليها اسمع يا ما اسمع اهدى بس حضرتك، بس هنتكلم مع بعض، احنا مش بنتخانق. طيب ما هو انت عندك مش احنا مش يا سيدي انا هقراها بس اديني فرصه اقرا الايه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني. قال له مش هتشوفني، ليك حق، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فسوف تراني. تراني اذا كنت قدرت تشوف الجبل. الجبل لما يعني ايه؟ يعني ايه سوف تراني؟ ما هو هنا كمل الايه. فلما تجلى ربه للجبل. ما انا مكمله الايه اهو. كمل لك ايه يا معن؟ انا بكمل الايه. اخ معن اخ معن بس لحظه شويه افرش ازومك. اخ معن ارجوك اذا بتهدى شوي بنقدر نتناقش معك،
بس اذا انت مش هتعطيها مجال لحتى تحكي. انا حط واحد فقيه جنبك يا سيدي. طب نحن عم نتناقش معك مش احنا عم نتكلم معك. وتعطي تفسير على كيفك. مش عم تعطي تفسير. الاسلام لم يقل انه النبي موسى راى الله. النبي الاسلام بيقول النبي موسى كليم الله. طيب. الذي تكلم الى الله ولم يرى الله. طب ممكن اسال سؤال؟ لو ربنا قال له انت هتشوفني، ربنا قال له سوف تراني، يبقى ربنا بيكذب. ما هو هنا وقت ربنا بيكذب، ما هو ملهاش حل تاني غير ان الله يجذب. اسمحي لي اقول لك، اسمحي لي اكلمك. نبي موسى ربنا عم يتحدى النبي موسى انه يراه، لكن لما شاف الجبل ما نهار داخل نبي موسى وقع من طوله بطل وقع. يعني ايه سوف تراني؟ مان مان مان, مان اسمعني ارجوك. فسوف تراني يعني ايه؟ يعني ما معنى أن الله قال له سوف تراني؟ ربنا قال له كلام، وهذا الكلام يثبت لأنه كلام إله. الله قال له سوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل، ربنا تجلى للجبل يعني ظهر، جعله دكة، يعني الله تجلى للجبل يعني ظهر فيه. تجلى يعني ايه؟ ما تروح تبص حضرتك حاجة بتناقش معانا من غير ما ترجع لأي مرجع إسلامي، وبتقول ان لازم يبقى عندنا فقيه. ان الحقيقة ما عندناش فرق ما بين الرجل والمرأة في المسيحية، احنا مش زي الإسلام. وبعدين احنا عندنا مراجع، واللي هيحب يقرأ يقرأ وبيطلع من المراجع وبيحطها أمامك. انا بقى بدعوك انك تروح ترجع الى المراجع الإسلامية لهذه الآيات، آية تجلي الله في النار، وتجلي الله في الجبل، وتجلي الله في النور اللي هو في سورة النور اللي هي بتقول الله نور السماوات والأرض مثل نوري كمشكاة. يعني ربنا تجلى كمان بنوره في كمشكاة. فيعني انا عايز اقول لحضرتك، لا احنا بنألف من عندنا ولا احنا بنفسر تفاسيرنا، احنا بناخد من التفاسير الإسلامية وبنحطها. ممكن اسمحي لي اكلمك كلمه، اسمحي لي اكلمك. كم من الايه اللي انت قريتيها هتشوفي ايه حصل لموسى. موسى خر سريعا، خر سريعا، يعني لم يقدر على ان يرى الله لانه داخ وقع من طوله لما شاف الجبل انهار. اما شافه خر وقع من طوله لان لما الله شاف قال الجبل. اما شاف الجبل صح. مش رح نوصل لحل. هي بص هقول لك حاجه يا اخي حسن دلوقتي، ما هو الايه ده هي بيصطدم بها العديد من المسلمين. هو ليس اول شخص ولا اخر شخص. لا حضرتك، لا حضرتك ان تحطي انسان جنب الفقيه عشان يجاوب. طيب يا اخ معن، من غير نقاش حاد ولا يا سيد معن، نحن بنتوجه امامك وبنقول لك انك جيب لنا فقيه يقبل انه يتكلم معنا، ويا ريت اي فقيه بالدين الاسلامي عم بيشاهدنا الان يتصل فينا ويناقشنا بهذا الموضوع. اخ نزار، عجيب انه الانسان يقبل ما يقبل انه الله يظهر بالجسد، وغايه الله انه يتواصل مع الانسان. شو ردك يا اخ نزار؟ تفضل. يعني السؤال، هل يعني مستحيل على الله انه يتخذ جسد؟ حاشا. هل الله قادر على كل شيء؟ نعم. يعني أكيد. وهو القدير. نعم. يعني اذا الله فيش شيء صعب عليه، الله ممكن يتخذ جسد. وطبعا هذه هي لب العقيدة المسيحية. أمين. إن الله اتخذ جسد، وكون إنه يتخذ جسد إنه يصير إنسان كامل بدون ما يفارق اللاهوت، لأنه هو على كل شيء قدير. يعني ما مش صعب على الله إنه يتخذ جسد. لكن كل هذا الموضوع مثل ما ذكرت في البداية لغرض واحد وحيد، لكي يقوم بعملية الفداء. أمين. لخلاص الإنسان. وهذا اللي بيقودني للشكر والعرفان والجميل للرب اللي بحبني واللي بيهتم فيه. حتى لما الرسول بولس تكلم قال عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. أمين. والكتاب واضح يقول في البدء كان الكلمة. والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. والكلمة صار، والكلمة يعني اتخذ جسدا وحل بيننا. ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. هذا هو لب العقيدة المسيحية. مع احترامي يعني لكل مشرك ولكل مستمع، أنا بتكلم مش على صعيد يحتاج أدلة وبراهين. ليس أن الكتاب يحتاج إلى أدلة وبراهين، لكن هذا لب العقيدة. المسيح اللي غير حياتي هو قادر يغير حياة كل إنسان، لأنه يتواصل ويتفاعل، ولأنه قال عبارة بسيطة لكنها قوية جدا. إني حي
أنتم ستحيون. نحن نتكلم عن شخص حي قادر إنه يصنع معجزة الآن تحية كل إنسان يفتح بصيرته ويفتح عينيه الروحية إذا الإنسان طلب المسيح. أمين أمين. شكرا يا سيد نزار، ربي يباركك. أنا عايزة بس قبل ما ناخد الاتصال المقبل أن نتوجه لكل الشيوخ والفقهاء اللي بيقولوا أن هم عندهم علم، وإحنا مش بننكر أن هم عندهم علم في الأمور الإسلامية، يقولوا لي ما هو معنى تجلى. تجلى في الجسد في الجبل أو تجلى في النار، يعني ما معنى كلمة تجلى؟ احنا هذا السؤال موجه لكل واحد عم يسمعنا الان. خلينا ناخذ الاخ اسماعيل من الكويت. تفضل يا اخ اسماعيل. تفضل يا اخ اسماعيل. مساء الخير. مساء النور. بالنسبة لقضية عبثة وتولى، نحن يجب ان نتفق حتى نغلق هذا الباب تماما، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اخطأ وانتهينا من الموضوع هذا. الرسول أخطأ بهذا الفعل. لحظة شوي يا إسماعيل. يعني الرسول أنت بتقول إنه أخطأ في هذا الأمر؟ نعم أخطأ. طيب شو رأيك إنه بكلمة إنه الرسول معصوم على الخطأ؟ اسمع. لكن هذه أخطاء نبوية، خطأ نبي، هو في النهاية بشر يزل ليس كامل. ولكن ليست كأخطاء التي في الكتاب المقدس التي نسبت إلى الأنبياء. لحظة إسماعيل، خلينا بموضوعنا أرجوك. أنت عم خلينا بموضوعنا وأخت رشا. نحن من لو كان تقابل هذا الشخص ابن أم مكتوم مع المسيح، هل كان هيكون معاه نفس رد الفعل؟ لا أكيد لا، لأنه هو عم يقول إنه النبي أخطأ. ما هو ما نعرف إنه الأنبياء لا يخطئون لأنه معصومون. لا بس ما فيش مسلم بينكر إن النبي أخطأ في هذه الواقعة. يعني هو غير معصوم. لا، هذه الواقعة كل المسلمين المفروض، واللي بيطلع وبيجادل في هذا الموضوع وبيقول انه لم يخطئ، ده يعني انسان لا يعرف شيء عن هذه تفسير هذه الآية. لكن هذا استاذ اسماعيل، ده استاذ اسماعيل انت فعلا عارف ان هو اخطا، وما فيش بني ادم ما فيش مسلم ينكر. انا اقول لك لا يا اخطاء، هو اخطا خطا نبوي، اخطا من اجل الدين. طب انا عايز افهم، لو كان المسيح تقابل مع ابن ام مكتوم وليس اخطا مشتركين اتكلم. لا نحن حابين نسمعك. تفضل يا اسماعيل، رح نرجع لكلام الاخ. تفضل. أنا أقول شتان بين أخطاء الأنبياء في القرآن وبين أخطاء الأنبياء في الكتاب المقدس. طيب تفضل. الكتاب المقدس الأخطاء التي نسبها. أعطينا بعض الأخطاء إلى الأنبياء، من قتل حتى زنا محارم نسبت إلى الأنبياء. ما علينا، أنا أريد أن أتكلم في موضوع الحلقة هذه، وموضوعكم هو التواضع. تفضل ماشي. أنا اللي شايف بالمسيحية، أنا ماني شايف تواضع، وشايف كلمة تواضع ما تصف الوصف الحقيقي الذي ينطبق على المسيحية. هو يعني اسمحوا لي، لا أنا أتكلم بصراحة. طيب هو الذل. خليك مكون محدد يا إسماعيل حتى نقدر نجاوبك. أنت عم تقول غير تواضع، وين ما بتشوف تواضع؟ أنا ماني شايف في التواضع في أن لقمة ولطمة وصلب عريان، يعني وين التواضع في أن شخص لطم ولقم وجلد وصلب عريان؟ هذا ذل، هذه مهانة. يا محمد، هذا التواضع. هيا اسماعيل، هذا قمة التواضع، انه رب السماوات والارض يقبل على حاله انه يهان ويجلد ويضرب ويصلب. والله انا شايفه، وانا نسيت اقول لك شغله، وبصق في وجهه. ما هذا قمة التواضع. السيس نزار يا ريت تدخل معنا بالموضوع. تفضل السيس يعني نزار. بس ممكن لحظة يا اخ اسماعيل، انت بتتكلم عن المسيح كانسان. لكن حاشا لله، لانه يعني من يستطيع أن يقف في وجه الرب؟ لما نتكلم عن تواضع المسيح، نتكلم عن هذا التواضع، أن رضى أن يموت على الصليب. لكن اللاهوت لم يفارق النكسوت، يعني كإله حاشا الإنسان حتى ينظر لإله. المسيح اتخذ جسد حتى يقدم هذا الخلاص الكامل للإنسان. كإنسان تواضع، كإنسان جرد، كإنسان تألم، كإنسان احتمل من الخطاة، كإنسان واجه كل الأمور اللي بواجهها الإنسان.
لكن طبعا ما احنا كمسيحيين نؤمن بالطبيعتين، الطبيعة الإلهية كالله، حاشا انه اي انسان انه يقف امام الله او يتكلم بهذا الموضوع. لكن التواضع، تواضع المسيح مهما عمل الانسان، هذا يعني للانسان اللي بحب الله يثير فيه الاحساس والشعور بالمحبة بالاهتمام، انه هذا الاله العظيم بيهتم فيه انا شخصيا. وهون بنشوف انه اله شخصي بيهتم بالبشر، بيعتني فيهم من اجل الخلاص. شكرا يا سيس نزار. اخ اسماعيل انت بعدك معنا بعتقد. اخوي انا بدي معاكم، لكن ما حصل هو ذل، ما حصل هو اهانة. يعني لا يوجد تواضع في البسط، ان واحد يبصق في وجهك. و انا ادعو كل اخواني المشاهدين انهم يشاهدون فيلم الام المسيح ثم يحددون هل هناك تواضع ام ان هناك اهانة. اسماعيل اسمعني اسمعني، فكرتك حلوة من باب انسانية، انه كيف الله يسمح للبشر انه يهينوه، ولكن لازم تعرف امر محدد ولازم تقدر تستوعبه. هيدا صعب على كل مسلم انه يستوعبه غير ما يتنازل من قلبه ويقول اريد ان اعرف من هو هذا الشخص. وانا كنت مثلك، وبعتقد الاخت رشا او الاستاذ وجدي، وبعتقد اشخاص كتير عم بيشاهدونا الان هني كانوا اشخاص مسلمين امينين مثل حضرتك، ولكن فتحوا قلبهم يريدوا ان يعرفوا من هو هذا الشخص. هذا الشخص اللي عم نتكلم عنه يا اسماعيل هو الله. الله بعيد جدا، ولكن الله يريد أن يتقرب من الإنسان، يريد أن يعرفه الإنسان. وبعتقد الحلقة الماضية تكلمنا بنفس الفكرة، الله أتى إلى هذا العالم وعارف أنه الإنسان مش رح يقدر يشوفوه إذا كان روح بس، ولكن أخذ جسد. فهذا الجسد اللي نحن هلا عم نحتفل فيه أنه ولد من 2000 سنة في مزود بخر، هو هذا الجسد التكون، هو الله نفسه اخذ صورة جسد. يعني لما الملائكة حتى تريد ان ترى الله تنظر الى هذا الشخص وترى الله هو الرب يسوع المسيح، ونفسه هو راح على الصليب لحتى يموت من اجل الخطاة. فهو قادر كان يخلق الكون كلياته من جديد ويلغي البشرية، ولكن اخذ على عاتقه انه يموت ويصلب ويهان لكيما يأتي باشخاص كثيرين للفداء بموته وقيامته. تفضل يا اسماعيل. أنا يكفيني أنت قلت إنه يوهان، خلاص أنا ما عندي، أنا هكذا مداخلتي انتهت. بس أنا عندي تعقيب على عليك وعلى الأخت رشا. أنتم تقولون أنكم من خلفية إسلامية، وأنا ما أعرف كيف من خلفية إسلامية وأنتم تقولون أن الله قد ظهر في النار، رغم أن القرآن يقول ظهر في الشجرة وليس في النار. ثم الأخت رشا كلنا سمعناها تقول وزرك، ورغم أنها في القرآن يقول وزرك، وتقول صورة الشرح، ولا يوجد أي صورة في القرآن اسمها الشرح، إنما صورة الانشراح. وربه، رغم أن ربه وكررتها كذا مرة. أنا ما أعرف يعني أي خلفية إسلامية هذه. أقول لحضرتك على حاجة أو جاء منها لك حسن. يعني أكيد يعني ما كانت خلفية إسلامية متينة، ما كانت خلفية إسلامية. لو كانت خلفية إسلامية متينة ما حضرتك قلت تجلى في النار، ولا ما تجلى في النار. اترك له مجال تتكلم، بس اترك له مجال. لحظة أقول لحضرتك على حاجة. في هناك 10 قراءات للقرآن، قراءات العشر المتواترة. في هناك هاتي لي قراءة واحدة تقول وذرك. طيب أنا قلت لك الآية موجودة فين، وحيك ممكن ترجع لها ببساطة لو تحب. إن إحنا شرح نعرفها، كلنا حاضرين من ما فيش. اوكي انا اشكركم، شكرا على حسن استماعكم. انا علشان اعيد، شكرا لاجل مكالمتك، وانت عم تشكك فينا، ولكن اشكرك لاجل مكالمتك واخذ وقتك. عندك اي تعقيب؟ انا اسفه ان انا جت بالغلط، بدل ما اقول سوره الانشراح قلت سوره الشرح. ده خطا في اللسان، في عشان انا ما جيت اتكلمت في وسط الكلام جت بالغلط يعني. واعتقد ان هناك كثير من الاشخاص في زله في اللسان. تاني حاجه بالنسبه لقراءه القران، هناك القراءات العشر المتواتره، هناك كثير من القراءات. القران لم ينقد غير بعد 200 سنه من ابو الاسود الدؤلي، هو الذي نقاته، وكان نزل القرآن بلا تنقيط ولا تشكيل. وممكن ترجع بقى لزي جمع القرآن ومشاكل ديت كلها.
الفكره هنا هو بالنسبه لنا مش ان احنا نقرا القراءه اللي على مزاج حضرتك، لكن احنا الفكره كلها ان احنا بنعرض الفكره. يعني احنا بنقول لك كده القران بيقول كذا، واحنا بندعوك انك انت تقرا، انك انت تفتح القران بتاعك وتشوف القران بيقول ايه. احنا مش بنقول لك معلومات علشان تصدق بمعلوماتنا، لكن احنا بنقدم لك دعوه انك انت تفتح المصحف وتقرا وتراجع ورانا التفسير. يمكن احنا غلطانين واتكلم بعد كده اهوت وقول لنا انتوا غلطانين، والايه عندنا تفسيرها بيقول كذا وكذا وكذا، مش بيقول التفسير انتوا بتقولوا. ما هو يا اخترشة الموضوع انه لما نتطرق لموضوع صعب على اي مسلم يقبله، بصير يحاول يلاقي ثغرات لحتى يبعد، انه حتى يسمح لنفسه انه يفكر بهذا الامر. اوكي، هلا عم بيدعوا انه نحن ما كناش مسلمين، كنا نحن مسلمين عاديين. الموضوع مش اني كنت مسلم عميق ولا مسلم سطحي، ولكن كنت مسلم بغض النظر، كنت انسان خاطئ، وعندما انكشف امام الحق قبلته، فصرت امنت بشخص الرب يسوع. خلينا ناخذ الاخ حسين من السعوديه. تفضل يا اخ حسين. تفضل اخ حسين. احمد الله. الو الو. عفوا اخ طلال، تفضل. الو الو، تفضل اخ طلال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما بعرف من معنا، بعتقد حسين او طلال، مش عارف، بس اهلا وسهلا فيك. تفضل. معك حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الرب معك يا حسين، تفضل، أهلا وسهلا فيك. أسأل الله عز وجل أن يهديني ويهديكم أول شيء. نشكر الرب، الرب هدانا، بس أهلا وسهلا فيك، تفضل. نصلي أن الرب يهديك يا حسين ويهديكم إن شاء الله. أنا بس أذكر بالنسبة للمقدمة، ذكرت الآية لموسى عليه السلام أراد أن يرى الله عز وجل. يليت تقرأت آية مرة ثانية. إقراها أنت، سورة الأعراف 143. إقراها حضرتك، مش عندك قرآن؟ يا سلام عليك، بس يليت أنا أتمنى أنك أنت تقرأها. لا، إقراها أنت تاني مرة ثانية. تفضل يا حسين، إقرأ لنا إياها. الأعراف 143، إقراها. لا حول ولا قوة. أنت تقولي إيش؟ أن موسى رأى الله. هو قال له سوف تراني، ربنا قال له أنت هتشوفني. وبعد كده فلما تجلى ربه للجبل. يا سلام. ايوه فان استقر مكانه فسوف تراني. ما قال انت راح ترى، ان استقر مكان الجبل فسوف تراني. لكن هل الجبل استقر مكانه ولا لا؟ الجبل يعني دكه اتهدم، فخر موسى صاعقه. طيب اللي هو الجبل طلع يجري مثلا، استقر مكانه يعني ايه؟ يعني فضل في مكانه. يعني انت ما عمرك شفتي جبل ينهد يا؟ لا انا ما شفتش جبل طلع يجري. هو ربنا قال له استقر مكانه، يعني بقي مكانه. مش هنقول الكلام يا اخونا الغالي. يا حسين استقر. هو الايه عندك واضحه، انت ليش استقر؟ يعني بقي مكانه. ربنا دك الجبل في مكانه، الجبل ما شفناهوش طالع يجري، فعلشان كده هو ربنا ما محققش. دك يعني دك الجبل فلما تجلى. يعني ايه تجلى؟ السلام عليك، هذه انت قلتيها. يعني ايه تجلى؟ الجبل سقط. الجبل تجلى، اما ربنا تجلى. يعني ايه تجلى؟ ايه معنى كلمه تجلى؟ حسين سين، خلينا بس حاول تركز بهالنقطة هذه، انه هي عم تسألك شو يعني دكة. تفضل بجواب. تجلى ان الجبل اتهد. فهل لما علق على الجبل، اذا كان استقر مكانه وبقي على ما هو عليه فسوف، لكن الجبل سقط ولم يرى موسى الله عز وجل. موسى لم يرى الله عز وجل. يعني ايه بعد اذن حضرتك تجلى؟ ما معنى كلمه تجلى؟ اها، انت يعني الان انت خلافك في كلمه تجلى. يعني تجلى يعني ايه؟ ما هو هي كلمه تجلى، الله تجلى الجبل، الله تجلى في النار. ساعه ما موسى شاف النار قال له اني انست نارا، تجلى في النار. تجلى يعني كيف يعني تجلى في النار؟ انا اول مره
صراحة يعني ما. طيب طيب حسين 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 خلينا بس خليني اقرا له تاني بعد اذن حضرتك. تفضل. علشان ايه انا يعني انا هدعوك وهدعو كل الناس اللي هم بيتصلوا دلوقتي واللي عايزين يكونوا بيتكلموا في هذا الموضوع يرجعوا للايات دهيت سوره القصص 29 و30 وسوره النمل 7 و9 من 7 ل 9 وسوره الاعراف 143 ترجعوا لهذه الايات. انا طبعا مش حاطه كل الايات لكن انا حاطه الثلاث ايات ده هم بنتكلم منهم. انت دلوقتي اما بتتكلم معايا في موضوع الجبل وهنروح للنار بعد شويه بس ايه خلينا في موضوع الجبل. على فكره في موضوع اخر ذكره الاخ المقدم اللي بجنبك وكذا اخ حسن. نعم الله يهدينا واياه ان شاء الله باذن الله. تفضل يا حسين شو الموضوع. نحن نؤمن بكل الأنبياء لا نفرق بين أحد من الرسل. طيب عال 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 حسين 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 سؤال هذا الكلمة كثير منحبها ومنحب نسمعها كثير. هل صعب عليك أنك تقدر تتقبل أنه الله ممكن خلينا نقول ممكن نقول أنت عم تقول لم يتجلى ولم يظهر هل صعب عليك أنك تقبل أنه الله بس لحظة بس اسمعني حسين هل صعب عليك أنك تقبل ممكن الله يظهر في الجبل في صخر وصعب انه الله بمحبته لإلك ولكل واحد عم بيشاهدك الان يا حسين عم بيشاهدنا الان انه الله ياتي الينا ياخذ صوره انسان لحتى يتعامل اين اللي اصعب انه يظهر في جبل ولا انه ياخذ صوره انسان ويتعامل معنا وهذا الشخص اللي كان ماشي على الارض 33 سنه قربوا منه لمسوه شافوا معجزاته تكلموا معاه كل اللي كان عم يظهروا انه الله معاهن عم يمشي على الارض لحتى يشوفوه ويتقربوا منه هاي انا اللي اصعب انه ياخذ صورة انسان ويروح على الصليب ولا انه يظهر بجبل بس لمجرد يقوله لموسى انه اذا تجليت او اذا تجليت او اذا دك الجبل لحتى يظهر نفسه اين اصعب يا حسين تفضل انت قلت انها معجزات صح ولا لا لا شو هي المعجزات معجزات اللي تقول لما ان ايش صار ما ادري ايش انسان وصارت عنده نعم. معجزات الله نعم. يفعل كل شيء لا لا بس المعجزه لحظه شوي المعجزات اللي عملها لم تكن معجزات عملها الانبياء الاخرين اللي اي واحد من خليه لحظه شوي اللي حتى سيد المرسلين والانبياء محمد هذا السيد هذا القمه اعطيني معجزه فعلها مثل المعجزات اللي فعلها الرب يسوع المسيح لما كان على الأرض. هل محمد أحيا الموتى؟ هل محمد شفى الأعمى؟ فضل. شو انشق؟ اسمعني الأخ رشيد عمل حلقات كثيرة على هذا الموضوع وانشق القمر وكلنا إذا أنت عم تتابع برامج قناة الحياة بتعرف إنه حتى هذه المعجزة حصلت بالليل لم يراها أحد فقط وأنت تعرف وأنت إنسان مفكر وعايش بالسعودية بعتقد بتعرف إنه أي إذا القمر انشق شو رح يصير بالكرة الأرضية اللي نحن عايشين عليها كانوا خطوا شو صار عليها. حسين أشكرك لأجل مكالمتك معلم سامحني مش عم نقطعك بس إذا في عندك أي مداخلة سريعة في هالموضوع تفضل. أوكي خسرنا الأخ اسمه حسين خلينا ناخذ المكالمة اللي بعدها تفضل أخ محب تفضل معنا الأخ محب تفضل يا أخ محب. أهلاً سخيرة أخ حسن زي الأخت رشا وكل الأحباء الأخ نزار والأخ وجدي أتسبق أهلاً وسهلا فيك ربنا يبارككم كل سنة طيبين. أنا حقيقة أنا يعني بسمع الحلقة النهاردة بشكركم من أجل موضوع التواضع الإلهي. نعم. تذكرت المحافظ بتاعنا كان راجل متواضع جدا لدرجة مش بس كان متواضع وكان كمان كان يحب يعمل مفاجآت ليتمشى كان يتفقد أحوال المحافظ. أخ محب خسرنا الأخ محب. أخت رشا عندك أي مداخلة سريعة؟ الموضوع بتاع الأخ محب ده أنا يعني أنا سمع فيه قبل كده لو الأخ محب معانا يبقى كويس. أيوة فضل يا أخ محب. طيب أنا كنت بتكلم عن المحافظ اللي كان عندنا كان دايما ينزل يعمل مفاجأة
يعني يتخلى عن العظمة بتاعته وعن الملابس بتاعته وعن الحرس بتوعه وكان يمشي في الشوارع. طيب أخ محب عم نخسرك نحن. أحيانا أخ محب عم تقطع معنا مش رح نقدر نكمل معك. إذا ممكن ترجع تعاود الاتصال فينا. حابب اتواصل مع الأخ نزار. أخ نزار عندك أي مداخلة تتدخل فيه معنا؟ لا بس أنا عاوز أركز بشيء مهم جدا. نعم تفضل. إنه اتضاع المسيح اللي هو كلمة الله صورة الله الغير منظور بهاء مجد الله. نعم. يعني الكتاب يتكلم عنه آية السيد نفسه يعطيكم آية العذراء تحبل وتلد ابنا. نعم. وتدعو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. نعم. يعني الله معنا أجا بآية معجزية خارقة. نعم. إنه حبل بي من الروح القدس. نعم. وإحنا متفقين في هذا الموضوع ومتفقين إن المسيح هو كلمة الله أي نعم. المعلن عن الذات الإلهية. نعم. أو الذات الإلهية معلنة في شخص المسيح. نعم. فهذا مش شيء مستحيل. فممكن نتجادل بكل الكلمات والاختلافات. نعم. لكن احنا نتكلم من كلمة الله في الكتاب المقدس. أمين. ان المسيح اتجسد او اتخذ جسد. نعم. وهذا الجسد حتى يقوم في عملية الفداء يعني يموت على الصليب ويقوم من الاموات. نعم. فبالعكس هذا بقودني للشكر مرة اخرى. أمين. انه الله بيحبني. أمين. الله بيهتم فيي. أمين. الله عاوز يتواصل معي. كيف ممكن يتواصل؟ يتواصل انه صار انسان. لو اتكلم كإله ممكن يرعبني يخوفني. نعم. فهو تواصل كإنسان حتى أستطيع أن أتقرب إليه. أيوة. فهون عمق المحبة وهون عمق الامتياز وهذا مسند من كلمة الله. أمين. مبرهن بآيات ومعجزات. مبرهن بقيامة يسوع المسيح من الأموات. فكون هذه البراهين القوية جدا ومن كلمة الله الحية فمن مين هو الإنسان حتى يعاند أو يقاوم هذا الشيء. نعم. فلما نكون على اختلاف في شيء معين أهم شيء أن احنا نتواضع ونصلي الله يفتح عينينا. نعم. حتى نعم. نصل إلى الحق الكتابي والحق الإلهي. أمين. شكرا أخسيس نزار. اخترش ليش صعب علينا كنا كمسلمين نتقبل فكرة أنه الله يصير إنسان؟ ليش صعب؟ مع تناقض أن كثير من الناس بيقولوا أن الله قادر على كل شيء. إزاي الله يبقى قادر على كل شيء وفي نفس الوقت هو غير قادر على ان هو يفعل شيء ليس بحسب فكري انا الشخصي؟ كتير جدا من المسلمين بيقفوا ويصطدموا بهذا الموقف وهو ظهور الله في الجسد او تجلي الله في الجسد بلغة اسلامية. بس حتى الفكرة يا اخترشة انه طيب مثل ما الاخ بعتقد حسين اللي كان عم يتكلم انه بيقدر يتقبل انه الفكرة انه ممكن الله ممكن حتى نكون منصفين معه انه ممكن الله يظهر على بحجر او ممكن الله يظهر بعليقة او شجرة او ممكن الله يظهر بالنار. بس صعب انه الله ياخد صورة انسان او بالاحرى ياخد جسد ويمشي بين البشر ويقول لهم انا هو الله، انا اتيت لحتى اتعامل معاكم، انا اتيت لحتى اريكم اياه. لانه لو بقي الله بعيد، والفكر الطبيعي فكر وحتى الفكر الاسلامي انه طول ما الله بعيد انت يا الله جل جلالك وعلى مكانك ونحن نعترف فيك انك انت عظيم وانك جبار وانك قدوس وانك ولكن بعيد. كل ما انت تبعد كل ما نحن نهابك اكثر ونخافك. بس الله تواصل وصار معانا. لا، نحن بنرفض هذا الفكر. المسيح ليس هو الله ولكن المسيح هو مجرد نبي. وهذا فكر محمد كان من الأساس ما قدر يستوعب الفكرة أبدا فرفضها، ولما رفضها حرمها أنه حتى الإنسان ممكن يفكر فيها. شو تعليقك على الكلام؟ والإسلام لما جه يتكلم على أن المسيح هو كلمة الله ألقاها إلى مريم وروحا منه،
هنا كان بيتكلم ان هو كلمة الله التي ألقاها قبل ما أن يلقيها كانت في ذات الله. يعني لو في حد عنده تفسير لهذه الآية يجيبها لنا، لأن أنا بقول أن المسيح جاء من السماء وهو الذي جاء من السماء هو فوق الكل. إزاي محمد جاء من الأرض إلى الأرض لكن المسيح جاء من السماء إلى الأرض، فكان أفكاره بعيدة كل البعد، ما أبعد طرقك عن البحث وسبلك عن الاستقصاء. رأى الله وطرقه بعيدة عن طرقنا وسبله بعيدة عن سبلنا، أفكاره بعيدة عن أفكارنا. ففكرة ان المسيح جاء من السماء، جاء من السماء. محمد كان صعب جدا ان هو يفهم من هو المسيح لانه جاء من الارض للارض، لكن المسيح جاء من السماء بفكر السماء. أمين. الى الارض لكي يعلن عن ذاته. أمين. شكرا اختراشة. خلينا ناخد الاخ محب اعتقد عوض الاتصال فينا. انا بشكركم على صبركم علي. انا عايز اكمل الفكره. المحافظ بقى لما اخلى العظمه بتاعته، لبس اللبس بتاع البشر العاديين ووقف في طابور العيش، هل حضرتك مثلا لما يطلع العمال يضربوا الناس اللي واقفين في طابور العيش عشان يقفوا صح، هل المحافظ لهم لا انا المحافظ ما حدش يضربني؟ يبقى كده مش يبقى الخطه بتاعته والهدف اللي من اجله وقف في طابور العيش ما تحققش. عشان كده المسيح هو وضع نفسه واطاح حتى الموت، موت الصليب، ولم يصيح ولم يقول انا هو ابن الله. كل الكلام اللي بيسألوه اخواتنا المسلمين، عايزين المسيح يقف كده في صف طابور العيش ويعمل نفسه متواضع، وهو في نفس الوقت لازم يكون منفوخ ومتكبر. عشان كده صعب على المسلم يتقبل فكره ان الله اخلى نفسه او ان المسيح ظهر في الجسد. عشان كده انا بقول لكل واحد مسلم يعني لازم تفكر كويس قوي. اذا كان المحافظ تواضع الى هذا الحد من الدرجه واحنا قبلنا تواضع، فكان بالحري الله العظيم المحب المحافظ بيحبنا قد ايه والله بيحبنا قد ايه. فرق كبير جدا في حب الله لينا وحب المحافظ لينا. شكرا حبيبي. امين. شكرا يا اخ محب. خلينا ناخذ طلال، صاروا معانا فتره طويله. تفضل يا طلال. تفضل اخ طلال. صباح حسن. اهلا حبيبي. اهلا اخ طلال. اخ حسن، الرب يسوع في كل بساطه قال الذي يحبني ويسمع كلامي سوف يحبكم ويسمع كلامكم. والذي يؤمن بالابن له حياه ابديه، والذي لا يؤمن يقع عليه غضب الله. الله اخ حسن، الله يحب الانسان. في يوم من الأيام كان يعلم في بيت وكان كثيرون في البيت، فأتت أخوته وأمه وأوصلوا الكلام له، أمك وأخوتك في الخارج. بعدين هو نظر على التلاميذ والناس قال الذي من هو أخي وأمي، الذي الذي وأخي وأمي يسمع كلامي. فربنا قال لذاتي مع بني آدم، فإجا وصار إنسانا مثلنا. هي بالحقيقة أنتم برهنتوا على كثير من لكن في حكمة الله منذ الأزل. وأنا كتبت نبذة أخ حسن عنوانها جوهر الآب والابن والروح القدس، أي الله الجامع في وحدانيته وفي مشورته الإلهية الأزلية الخلاصية في الصليب المحب قبل الزمن، أي قبل خلق الملائكة والكون والإنسان. الله يعرف الملاك سوف يسقط، ويعرف هذا الملاك سوف يغوي أبوينا. في حكمة الله هي الصليب يا أخ حسن. وإحنا ما نقدر نجبر مسلم أو بوذي إلا ما قلنا نكلمه يقبل يقول الرب حيقبلكم. أيوة. ما يقبلني مش حيقبلكم. أيوة. صلي لهم يا أخ طلال، صلي لهم، صلي لهم الرب يفتح قلوبا. عندي استشهاد يعني لازم أقولهم. فضل. احنا نعرف في زمان يسوع شاول الطرسوسي كان اتعس من أسامة بن لادن حاليا والرب تعامل معه. وبعدين الرسول يقول الذي افرزني من بطن امي. وبعدين عندك بطرس الرسول يقول دم المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم. هذه هي المحبة الإلهية. لذاتي مع بني أجل الرب هو في حكمته رح يتجسد، وإحنا نحب يسوع ونآمن بيسوع. ونحن لا نقدر أن نستند على خيوط عنكبوت لننزل من بناية عالية. ربي عندنا نبوات. ربي باكك. أشكرك يا أخ طلال. ربي باكك. خلينا نأخذ مكالمة أخرى. تفضل أخ زين. تفضل معنا. مساء الخير. مساء النور. طيب أنا عايز أسأل سؤال.
دلوقتي هو الموضوع الله محبة ومتواضع وكده. طيب انا عايز اسأل سؤال. هو ربنا مش عندكم بيقول في الكتاب بيقول ابني الحبيب الذي به سررت؟ نعم صحيح؟ نعم. طيب كيف يميت من يحب؟ ده سؤال. السؤال الثاني الأخت رشا، انا اسأل سؤال برضو ثاني مهم فلسفيا او عموما، يعني هل اللا محدود يحده المحدود؟ يعني ما قلناش كده. يعني ده السؤال الثاني. ربنا سبحانه وتعالى ازاي تدخلوه في جسد وتؤمن بيه وهو لا محدود وتقول وبعدين دي حاجه تجلى يعني ظهر؟ ماشي مفيش مشكله، ايوه تجلى يعني ظهر، ولكن ظهر انت يعني ازاي قولتيها على انه ظهر فيه؟ هي تجلى للجبل مش مش ظهر في الجبل. فدي غلط تفسيرها، غلط خالص. يعني تجلى للجبل وتجلي ايه؟ ايش عرفت؟ تجلي جزئي ولا تجلي من حجب من الاحجبه ولا اي على اي اساس انت قلتيها تجلي؟ تجلى فيه. فكره التجلي والتجسد هذه مرفوضه كليه في الاسلام. احنا ما عندناش هو كاتب في انت عندك ايات يعني في القران المفروض تشيلها بقى. برضو الاخير اللي عايز اساله، انت كيف تعبدون الله؟ بتعبدوه يعني بالصلاه ولا كلامه بس؟ طيب حلو يا زين اخ زين، انت سالت عندها هلا بعدين اربع اسئله، اسمح لنا بس نجيبك عليهم. طيب تفضل انا معاك. تفضل انا معاك. انت بتتكلم على محدوديه الله المحدود، ازاي ان احنا نحده في جسد المسيح؟ احنا قلنا الله لا محدود. الله لا محدود. زين فرصه جاوب زي ما حضرتك اديتني فرصه تتكلم. بس اعطي فرصه لحتى تقدر تجاوبك، ما عادش عندنا غير حوالي 3 دقائق او 4 دقائق. انا بقول انت بتقول علينا ان احنا حدنا الله في جسد، الله غير محدود، ازاي نحده في جسد؟ انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه ببساطة شديدة. تخيل معايا المحيط ده شيء كبير جدا وعظيم جدا. لو احنا حطينا في قلب المحيط زجاجة، هيبقى جوه الزجاجة دهيت هيبقى ماء المحيط، هيبقى المحيط داخل الزجاجة والمحيط محاوط الزجاجة من الخارج، يبقى المحيط في الزجاجة والمحيط ما زال لم يتغير كونه محيطا، مش أما رمينا جوا الزجاجة أصبح كل المحيط جوا الزجاجة. وهو ده اللي احنا بنقول المسيح ظهر، الله ظهر في الجسد، الله ظهر في كان في جواه الله بكل قوته وبكل سلطانه، وما زال يتحكم في الكون في لاهوته. هو الغريب اللي مش قادرين يستوعبوه أهلنا المسلمين يا رشا، انه حتى هذا الطفل اللي كان في المزود هو الله نفسه. الشخص اللي كان على الصليب هو الله نفسه. الشخص اللي كان ينام وتعب الظاهر في الجسد ليه طبيعتين، هو الله نفسه بناسوته وبلاهوته. ايوه هذا صعب عليهم ان يقدروا يستوعبوا. هو مش قادر يتصور الفكره واحده، هي ان هو يا اما يبقى ربنا يا اما يبقى انسان عادي. لكن المسيح جمع الاثنين في شخصه، كان اله كامل وكان انسان كامل. أمين. تاني نقطه كان بيتكلم عليها هي فكره التجلي، ورجعنا تاني لفكره التجلي والتجسد. الله فلما تجلى ربه للجبل، ماشي تجلى للجبل، حصل ايه اما تجلى للجبل؟ قال له ايه؟ اما قال له ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه، يعني فضل مكانه، فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما افاق قال سبحانك ثبت اليك الى اخر الايه. لكن هي نفس ربنا قال له انت هتشوفني، ربنا قال له فسوف تراني، هو اما ايه اما يحصل ايه اما انا هتجلى فان استقر مكانه. الجبل ما مشيش، المشكله ان الجبل ما جريش. مثلا انا عمري ما شفت جبل بيجري او بيطير، الجبل ما طرش من مكانه، الجبل الدك مكانه. انت بتتذكري انه نحن كنا نعرف انه الجبل ارتفع وصار فوق بني باسرائيل وصرخوا من خوفهم. هذا الفكر اللي كان هذا اللي كان جبال الطائرة. لكن احنا كمسيحيين ما عندناش جبال طائرة في الكتاب المقدس الحقيقة خالص.
فكرة ان الله يتجسد دي فكرة مش ضد قدرة الله، بالعكس ده هي بتقول ان الله قادر على كل شيء، يستطيع الله يقدر. احنا بنقول ايات على فكرة. انا اعتذرت من شوية الواحد على سورة الشرح والانشراح وقعد يتكلم انت بتقري غلط ومش عارفة ايه، اعتذرت له، مع ان هو لو فتح القرآن هيلاقي ان هي السورة اسمها سورة الشرح مش الانشراح على فكرة يعني. لكن المشكلة بالنسبة لي مش ان انا بقرأ القرآن صح ولا بقرأ غلط ولا بقول الايات غلط. الفكرة هي اذهب الى قرآنك وحاول انك تقرأ الكتاب المقدس باعين الله، اسأل الله ان ينير اعينك لكي تستطيع أن تعرف فكر الله، والله يستطيع أن يعلن لك عن ذاته ويفتح قلبك لكي تقبله. أسيس نزار سأل الأخ زين سؤالين، كيف الله يميت من يحب وكيف نحن المسيحيين نعبد الله؟ إذا بشكل سريع ممكن تجيب على السؤالين. تفضل أسيس نزار. أسيس نزار أنت معنا؟ نعم أخ حسن أنا معك. السؤال اللي سأله الأخ زين من مصر، كيف الله يميت من يحب، أنه كيف الله يقبل على نفسه أنه هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت ويميته على الصليب، وأيضا كيف نحن المسيحيين نعبد الله، إذا ممكن تجاوب عليه. يعني فضل. من أجل السرور الموضوع أنا محتمل. نعم. ألام الصليب الله محب طبعا. يعني كيف بيسمح لابنه؟ يعني هون المعادلة اللي بنشوف فيها الانسجام والتوافق التام بين الصفات الإلهية. نعم. الله عادل، الله قدوس، لازم يدين الخطية لأن أجرة الخطية موت. نعم. لكن من ناحية الله بحب الإنسان، عاوز يخلص الإنسان، طب كيف ممكن يخلص الإنسان؟ فإنه كان لازم يتخذ جسد. هنا على العكس، يعني هم تظهر محبة الله. نعم. مش يعني هون بشوف انه محبة الله بتظهر انه بيقدم المسيح ابنه وحيده، بيقدمه كفارة ضحية من اجل كل انسان، هون بتظهر قمة المحبة. ولكن الله بين محبته لنا لانه ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. انظروا اية محبة اعطانا ان ندعى اولاد، يعني الفكرة كله كان بالخلاص بواسطة الرب يسوع، انه الله يحب. كيف بنعبده؟ نعبد هذا الإله اللي اختار يتخذ جسد وإن يموت على الصليب، لكنه قام من بين الأموات. ولما نقرأ عن يسوع في سفر الرؤيا بنشوف صورة تانية، هنا الرب الممجد، الرب المقام. أمين. بنتكلم عن العينان الإلهية، القضاء الإلهي، الإنسان الذي لا يؤمن به. أمين. بنشوف صورة تانية، لكن محبة الله ونعمة الله نزلت ممدودة. أنا أناشد كل إنسان. أمين. ان هذه المحبه ممدوده لك، تعال شكرا تعال اخ نزار. اخ نزار امين. شكرا اخ سيس نزار، وبشكر اخ لاجل مداخلتك، وبشكر السيس وجدي كذلك. اخت رشا معنا 10 او 15 ثانيه، أنا النهاردة بقول لك ما تفوتش الفرصة. نعم. افتح قرآنك، افتح الكتاب المقدس، كلم ربنا وجها لوجه. ربنا إله خلقك علشان هو بيحبك. النهاردة تقدم إليه، هو يريد أن يعرفك. آمين آمين. أحبائنا بشكركم لأجل متابعتكم، الرب يبارككم، الرب يعطيكم أعياد سعيدة ويحفظكم في حسنه وحفظه. رب معكم.